والذاريات ذروا فالحاملات وسرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. الشخص هذا وظيفته تحديد حركة الشمس الظاهرية، لتحديد الظل، ليعرف وقت أذان الظهر لكل ظل مثله، ووقت العصر لكل ظل مثلي، المغرب يحدده بالغروب، العشاء يحدده بغياب الشفق الأحمر، الفجر يحدده الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، يعرفه يسمونه قبل ما ينطر النور، يقولون ينطر انطر النور، يعني خلاص هذا طلع وقت الفجر، هذا توه بين السواد وبين هذا يبدأ الفجر. فالشخص هذه حصات فرشة عريضة، إذا بنى العمدان آخر جدار في المصابيح على السرحة، تكون هي على السرحة، الشخص طويل عشان تدخل في الجدار ما تطيح، اللي طالع برا في خفسة مفتوح فتحة تصير فيه ثلاث تقريبا، والشمس إذا أشرقت تسقط شعاعها في الشاخص، إذا سقط شعاعها في الشاخص يعطي ظل حدر يصير مايل، أما يصير الظل مثله ولا مثله يصير مايل قده، فيعرف وقت الظهر ويعرف وقت ماذا العصر بالشاخص، وعلى إثره يؤذن المؤذن. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد